التنفيذيه عن قائد الوحده لعمليه التطوير بعد ان قام المحتشون على الاصرار بالاخلال بالنظام العام واقدامهم على رمي مختلف المقذوفات على تشكيل قوة الشرطة. جمال 75 زكريا 75 زكريا 75 نواف أرسل نواف نرى ولادة الفريق الأحمر والأزرق ونرى ولادة الحقيقة الخطبي هذه المرة أنا عيننا مطلق القيادة هذول يصر المحتشون على الإخلال بالنظام العام ويرفضون مغادرة المكان مع إقدامهم على إشغال النيران ووضع المتاليس ورمي مختلف المقذوفات لعرقلة تقدم عناصر الشرطة الذين يلجؤون إلى تأمين التشكيل بتقنية الحاجز الثابت المغلق وباستعمال الدرع الجداري. أخرى ينتظم التشكيل في شكل درع جداري للاستعداد لمواصلة عملية التدخل ولحماية مختلف المقذوفات. يصر المحتشون على إشعال النيران ووضع المتاليس ورمي مختلف المقذوفات. الأمر الذي يستدعي استعمال القنابل الصوتية والبخاخات الغازية لتفريق المشاهدين وإرغامهم على التراجع مع التقدم في شكل ثنائيات يمين ويسار المحتشين. يفرض على قادة الفصائل التعامل بحكمة واحترافية وبرودة أعصاب حيث يعطي الإعاز بتحقيق الإعاز بتحركية رفقة العناصر الشيك للقيام باستيقاظ المتجولين المحافظين سيما منهم الحاملين الأسلحة البيضاء ودفع ما بقي منهم باستخدام الثنائيات وتصريفهم بتقنية الحاجز المروحي.